السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة النهاردة اللي هنتكلم إن شاء الله فيها عن اليقين موضوع الإيمان بالله والإلحاد والشك والظن والتردد من أكثر المواضيع الذهنية والنفسية اللي بتؤثر على حياة الإنسان وحاضره ومستقبله وبما إن إحنا الآن عايشين في نهايات حضارة يأجوج ومأجوج اللي وصلت فيها للذروة ذروة الشك والتشكيك في كل الثوابت وفي كل الامور كان علينا لزاما ان نتناول الايمان من القران الكريم بصوره اعمق مما تناولناه سابقا. فهنتكلم عن درجه اكبر في الايمان اسمها اليقين. لان وفق الاحصائيه اللي احنا عملناها، عملنا احصائيه من اسبوعين ثلاثه تقريبا على القناه هنا في اليوتيوب. شارك فيها اكثر من 4000 مشترك في تلك الإحصائية وكان السؤال كالتالي: إيه أكتر حاجة عندك شك فيها من الأربع حاجات الجاية؟ بعدين اختارهم بالترتيب، كل واحد بقى بيختار أكتر حاجة عنده، كانت الأولانية في وعود الله وكلماته، يعني أي حاجة ربنا وعد بيها، وكانت التانية في الآخرة، والتالتة في القرآن الكريم ومدى تطابقه مع واقع حياتك والرابعة في الله سبحانه وتعالى يعني ما هو أكبر نسبة شك جواك موجودة في إيه من الأربع نقاط اللي فاتوا وبحسب الأربع تلاف أكتر من أربع تلاف مشترك الإحصائية رست على الأرقام التالية 48% يعني النصيب الأكبر راح للشك في الوعود والكلمات في وعود الله سبحانه وتعالى من أمثلة تلك الوعود ادعوني أستجب في وعد إلهي أنك تدعوه فيستجيب فالناس عندها شك في تلك الوعود 48% و23% النص تقريبا عنده شك في الآخرة ومدى جديتها ومدى حضورها وتأثيرها على الواقع اللي انت عايش فيه والرقم الثالث أو اللي عليه الدور القرآن ومتى تطابقه مع الواقع وده كان بنسبة 19% عندهم شك في الموضوع ده واخر نسبة مئوية كانت في الاحصائية وهي ان في بعض الناس عندها شك في الله سبحانه وتعالى عز وجل وكانت نسبتهم تسعة 9% ويبقى كده اتقفلت الاحصائية. النهارده ان شاء الله هنعمل تحليل لتلك الدراسة لتلك الاحصائية عشان نفهم من من خلالها ايه المرض الحقيقي الموجود في هذا العصر؟ ايه اللي بخلي الانسان الان في هذا الزمن لا يصل بالإيمان بتاعه إلى درجة اليقين طيب في البداية خالص إيه الفرق بين الإيمان واليقين الإيمان واليقين الإيمان ربنا سبحانه وتعالى كلمنا كتير قوي عن الإيمان وأصلا الأنبياء والرسل جم عشان نتحول من الكفر إلى الإيمان فكلمة الإيمان دي درجة يمكن فهمها واستيعابها وفي ناس مؤمنه في كل مكان وزمان. يعني الايمان موجود ولكن لا يعلم احد ماهيه الايمان، قوانين الايمان ايه اللي بيحصل الايمان في خلال مده زمنيه معينه وبالتالي لا يعملوا لا يقوموا بعمل اي ترقيه ترقيه لهذا الايمان حتى يصل الى اليقين. فالسؤال هو ما الفرق بين الايمان وبين اليقين وايه اللي بيخليك كل شويه بتتعرض لزعزعه الايمان بتاعك كل شويه تاخد موجه في دماغك بتشككك في ثوابت الايمان زي ما النبي قال في احد الاحاديث سياتي زمن يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يعني كل شويه انت بحاله شويه شك شويه ايمان شويه ايمان قوي شويه ريبه وتردد وشك ليه وبعض الحاجات وبعض الناس حتى المؤمنه تدعي ربنا بشيء وما يحصلش او يحصل عكسه فتشك او تبقى عايزه شيء موافق للقران ويحصل عكسه في الواقع اللي بره في المجتمع فتشك وتتردد. النهارده باذن الله عز وجل هندخل الموضوع ده بعمقه عشان يتحول ايمانك الى درجه كان المفروض يتحول عليها من سنين طويله وهي درجه اليقين. فمبدئيا ما الفرق بين الايمان واليقين؟ اول حاجه الايمان بالبلدي يمثل الثقه بالبلدي كده خالص انت مؤمن يعني ايه؟ يعني واثق في حد. أما اليقين فيمثل التأكد إنك متأكد من الحاجة دي وطبعا في فرق بين إن أنا متأكد وبين أنا واثق كلمة متأكد يعني عندي تأكيدات على الموضوع عندي إثباتات على الموضوع ده كده التأكد هو ده اليقين أما أنا واثق بالموضوع اللي هو أنا مؤمن بالموضوع فالتحول من الإيمان إلى اليقين معناه التحول من الثقة والإحساس الإيمان معناه الإحساس والثقة فالتحول من الإحساس والثقة إلى التأكد والتأكيد إنك عندك تأكيدات على هذا الموضوع وكثير من المؤمنين لم يحولوا إيمانهم من الثقة والإحساس إلى التأكيد والإثبات وهو دا اليقين ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام بيقول إيه؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى ظن الناس أن إبراهيم لديه شك فيريد أن يتحول من الشك إلى اليقين لا والناس بتستعمل الآية دي كدليل للشك يقول لك ده سيدنا إبراهيم طلب من ربنا عايز يشوف عشان يطمئن قلبه فيدي لنفسه مبرر أنه يشك في وعود ربنا سبحانه وتعالى لا لا اوعى تدخل مثال سيدنا إبراهيم هذا المدخل الفاسد سيدنا إبراهيم ربنا قال له إيه أول ما قال له أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى يعني سيدنا إبراهيم كان يريد التحول من الإيمان قال بلى أمنت ولكن ليطمئن قلبي يعني عايز يعمل ترقية أبجريد ترقية من الإيمان لليقين مش من الإيمان إلى الشك لأن في ناس بتحاول تطرح أسئلة معينة ويستعملوا مثال سيدنا إبراهيم عشان يتحولوا من الإيمان إلى الشك ويخرج من الإيمان. فمثال النبي إبراهيم عليه السلام كان مثال أحد المؤمنين الذين يريدون ترقية إيمانهم إلى درجة اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنا عايز إيه؟ تأكيدات أكثر على ذلك الإيمان، لكن أنا مؤمن. فآية بقى ثانية بيوضح لك مثال سيدنا إبراهيم فربنا بيقول فيها إيه؟ وكذلك نري بنوري وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين مش من المؤمنين هو أصلا مؤمن هو عايز يطلع بالإيمان لدرجة أكبر وكذلك نوري هو ده بقى أرني أرني كيف تحيي الموتى هي هي نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ففي فرق كبير بين أن يكون هدفك اليقين وبين أن يكون هدفك الشك طيب مبدئيا بقى الإيمان عكس الكفر واليقين عكسه الشك يعني ما انتش بتتحول من الايمان الايمان مش عكسه الشك الايمان عكسه الكفر وانت بتمر من الايمان الى الكفر بتعدي بقى على في النص المضاد بتاع اليقين المفروض اليقين بيرفع ايمانك لفوق لا في حاجه بقى عكس اليقين تحت الايمان اسمها الشك دي اللي بتحولك من الايمان الى الكفر فاللي يشك اللي دايما شكاك هو مش بيشك عشان يؤمن، ده هو أصلاً عنده إيمان فبيشك في إيمانه عشان يكفر. فالشك هو بداية الطريق إلى الكفر وليس طريق ولم يكن الشك أبداً طريقاً إلى الإيمان أو إلى اليقين. طيب فلم مبدئياً كده لو أنت هتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وأنت شكاك في قوة ربنا وقدرته ووعوده وكلماته فده لن يوصلك مع ربنا سبحانه وتعالى إلى شيء، إلى الإيمان ولا إلى اليقين. انت مؤمن بالله وسامع وواثق في اوامر الله انت عايز درجة اعلى في تلك الثقة انت مش عايز تشك وتخرخل تلك الثقة من جواك بحجة ان انا بطرح اسئلة طيب ليست كل الاسئلة توصل الى اليقين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم انت ممكن تسأل اسئلة وتمشي في منحة من الاسئلة تخرجك عن أن يعني كرامتك وانسانيتك طيب ارجع للموضوع فكنت بقول ان الايمان نقيضه الكفر بينما اليقين نقيضه الشك ولكن قبل ما ندخل بقى في موضوع اليقين والشك لازم افرق لك بشكل اوضح الفرق ما بين الايمان واليقين اليقين والشك مساله سهله مساله فيها ابيض واسود لكن الايمان واليقين مساله فيها الوان كده فتعال ناخد شويه تفريقات ما بين الايمان واليقين عشان تعرف انت الان وانت بتسمعني انت في درجه الايمان ولا في درجه اليقين اول حاجه الايمان هو وسيله النجاه هو بر الامان تقدر تقول ان من يؤمن كان الامواج بتاعت البحر دفعته الى الشط فاصبح امنا فوجودك على شط البحر وليس ضمن الامواج ده معناه الايمان انت كده على ارض الايمان ولكن تلك أو تلك الأرض أو ذلك الشاطئ اللي أنت واقف عليه اللي هو الإيمان بيتعرض للتآكل. دايماً الموج بياكله. الموج كل شوية بيمتد إلى الداخل. فأرضية الإيمان اللي أنت واقف عليها هي اللي هي الأمان بتاعتك معرضة للتآكل. فالمفروض تدخل أكتر جوه في البر لغاية ما توصل للجبال الراسخة. الجبال الراسخة دي بقى لا تتآكل وقوية وباقية. ده اليقين. وقوفك على الإيمان كأنك واقف على شط البحر ممكن كل شوية موجة توصلك لك وتغرقك وجودك في اليقين معناه انك واقف ما بين سلسلة جبال راسخة لا تصل إليها الأمواج ولا يمكن أن تتعرض لأمواج الإلحاد والكفر ولذلك عليك أن تتحرك أنت اللي بتتحرك وفي ناس كتير بتتحرك من الشط للمية بحجة إيه؟ إنه عايز يدوق المحيط اللي قدامه ده ويجرب هل المحيط ده جواه امان ولا جواه هلاك ما هو المحيط باين انت واقف قدام المحيط العملاق باين انه هيغرقك انه هيموتك انه هيهلكك لا هو بيسال وبيطرح على العقل اسئله عشان يتحول من شاطئ البحر الى غمار الامواج الداخليه للبحر والمحيط فيغرق فلا شك هيغرق بدل ما يتحرك في الاتجاه العكسي الى عمق البر حتى يصل إلى الجبال الرواسي اللي هي بتسمى اليقين لا يتحرك تلك الحركة ويتحرك الحركة المضادة بتاعتها يبقى ده الفرق الأول أن الإيمان هو عبارة عن أمر يحدث له تآكل ذاتي جوة الإنسان فيحتاج إلى اليقين اللي هو المنطقة الصلبة أكتر. إتنين الإيمان بيزيد وبينقص ما هو عامل زي الشط الشط شوية بيمتد لما الموجه بتنحسر فشويه الشط بيزيد وبعدين الموجه تيجي فشويه الشط بيقل الايمان بتاعك اللي جوه قلبك عامل زي شط البحر شويه بيمتد وشويه بيقل حسب الظروف ده حتى النبي قال عن الايمان ان الايمان بيبلى انت مؤمن عندك ايمان الايمان اللي جوه قلبك ده بيستعمل فبيبلى كما يبلى الثوب يعني زي ما الهدوم دي من كتر ما انت بتستعملها بتبدا تتاكل وتبدا تقل وتخف من كتر ما انت بتستعملها وتغسلها بتلاقي التوب بدا يخف الايمان اللي جواك من كتر ما انت بتستعمله في الحياه بيبدا يتاكل ويخف لان اصلا ظروف الحياه مصممه على انها تاكل من قناعاتك تستهلك من افكارك فلو كانت افكارك وقناعاتك هشه تاكلها الحياه لكن لو انت وقفت في ارضيه صلبه جدا وهي اسمها اليقين هنا بقى الفرق الثاني ان اليقين لا يزيد ولا ينقص اليقين منطقة صلبة غير معرضة لا للزيادة ولا للنقصان معرضة للعمق أكثر أنت بتكتشف أعماق اليقين أكثر لكن لما تروح للإيمان تلاقي الإيمان شوية طالع وشوية نازل ولذلك النبي قال إيه؟ يصبح كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا كل شوية الإنسان لو اعتمد فقط على إيمانه فإن إيمانه يصبح عن عبارة عن عملية ترددية شوية صعود وشوية هبوط شوية قمة وشوية قاع ولكن الإنسان اللي ماشي في اليقين فهو ماشي على أرض صلبة راسخة لا تتعرض للتآكل ولا تزيد ولا تنقص فده اليقين ده الفرق الثاني الفرق الثالث أن الإيمان هو مجرد بداية الطريق وليس النهاية واليقين هو القنطرة التي تحول إيمانك إلى الشهادة والنبوة أركز بقى شوية في الفرق ده مجرد ما أنت آمنت بالله والرسول والكتاب والآخرة ظنيت أن أنت وصلت مع انك ما تعرفش ان ده بدايه الطريق انك امنت بالله واليوم الاخر ده مجرد البدايه البدايه دي بقى ان ما خدتهاش وتحركت انت اللي بتتحرك بيها لقدام عشان تصل الى درجات اعلى في الايمان مين بقى الكوبري اللي بيوصلك من المنطقه دي للمنطقه العاليه في الايمان منطقه الصدقيه والشهاده والنبوه؟ اليقين. يعني انت مش متخيل اليقين ده مهم جدا قد ايه؟ اليقين ده تقدر تقول اكون تقدر تقول اكون او لا اكون اؤمن او سيتاكل ايماني ان لم تسير في طريق اليقين فان ايمانك مهما كنت مؤمن سيتاكل ويبلى كما يبلى الثوب طيب يبقى ده فرق كمان الفرق اللي بعد كده الايمان بيكون غالبا بالله سبحانه وتعالى لكن اليقين في وعوده في تدبيره، في كلماته، في اخرته، في حسابه للناس، في الثواب، في العقاب، في رسالته، في رسله. يعني في يعني الايمان انت لما تبقى مؤمن انت مؤمن هنا بايه؟ بالله عز وجل. بالله سبحانه وتعالى. انت ممكن تبقى مؤمن بالله ولكن ما انتش مؤمن بالوعود ان في اخره فعلا قوي هتتحاسب فيها ما انتش حاسسها قوي. فهنا انت مؤمن بالله اه ولكن ما عندكش بقى تكملة الإيمان اللي هي اليقين لأن اليقين بيملى كل الجوانب الاجتماعية والنفسية والمالية والحسية والأسرية كل الجوانب دي مين اللي بيمشي الإيمان اللي بيملها هو اليقين ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الآخرة قال لك ايه تعالى شوف كده عشان تعرف ان في حاجات الإيمان فيها لا يكفي أبدا تعالى اسمع الآيات في القرآن الكريم ربنا مثلا في وصف المتقين بيقول ايه ذلك الكتاب ولذلك انتوا في النسبه المئويه في ناس عندها شك في القران عندها شك في الكتاب تعالى شوف الايه بقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بنتكلم هنا عن ان الكتاب بيمثل مصدر معرفه مش للمؤمنين للمتقين شوف بقى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ده بدايه الكلام الايمان تعال بقى شوف اخر صفه عندهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون برضو تاني كلمة اهو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لاحظ أول وصف للمتقين الذين إيه يؤمنون وآخر كلمة للمتقين يوقنون يعني أنت بتتحرك من يؤمنون إلى يوقنون هنا أنت تبقى من المتقين انما لما تبدا بيؤمنون وتسيب الموضوع بقى يكتفي بهذا القدر لن تكون ابدا من المتقين. بعدين خد بالك من نفس الايه الاخيره بيقول ايه؟ وبالاخره هم يوقنون مش يؤمنون. انت عشان تبقى متقي انت مش لا يكفيك انك تؤمن بالاخره. تؤمن بالاخره ده مستوى ضعيف بالنسبه للاخره. يجب عليك ان توقن اللي هو بقى تحول ايمانك الى اليقين ان توقن بالاخره. يبقى إذا المت... الفرق بين المؤمن والمتقي هو بيقول لك المؤمن ضعيف، المؤمن مبتلى، المؤمن بيتعرض لابتلاءات، اه المؤمن لأنه بيكتفي بدرجة الإيمان لكن المتقي لا يبتلى ولا يتعرض لل... لل... للانتهاكات ولا يتعرض للابتلاءات المؤمن المتقي خير وأحب عند الله من المؤمن الغير متقي. المؤمن المتقي بقى أول حاجة عنده يؤمنون يؤمنون بالغيب ويؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وفي الآخرة وبالآخرة هم يوقنون هذا في سورة البقرة تعال نشوف في سورة تانية ربنا هنا بيشرح لنا صفات المؤمنين عشان تبقى مؤمن فعلا بالفعل شوف الآيات دي هدى وبشرى للمؤمنين في سورة النمل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون يعني المؤمنين نفسهم عشان تاخد لقب مؤمن اسم الفاعل مؤمن مش تاخد لقب آمن الذي آمن لا المؤمن يجب عليك أن توقن في الآخرة يعني حتى المؤمنين جاء معهم كلمة اليقين طيب تعالي نشوف في سورة لقمان المحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون يعني شوف عندك ثلاث مرات المتقين بالآخرة هم يوقنون المؤمنين بالاخره هم يوقنون المحسنين بالاخره هم يوقنون ايه يوقنون دي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن اللي بيكفروا بالاخره دول لسه في درجه الايمان والكفر بالاخره يعني يثق ان في اخره لا يكفر ان في اخره ده ما ينفعش المستوى ده ما ينفعش اصلا المفروض الاخره تصل بيك او تصل انت بيها من الايمان الى اليقين والا لن تكون للاخره اي وجود في حياتك لو انت مؤمن بالاخره بس زي غالبيه الناس مؤمنه بالاخره لن يكون لها وجود يجب أن تتحول الآخرة إلى درجة اليقين يبقى إذن لن تستطيع أن تصل إلى مرتبة المؤمنين اللي بحق والمحسنين والمتقين إلا لما تدخل اليقين في حياتك ولا تكتفي فقط بالإيمان طيب نرجع تاني إلى الفروقات ما بين الإيمان واليقين الإيمان محبب للقلب مزين في القلب ربنا بيقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يعني انت عندك انت بتنفر من الكفر بالالحاد ان يبقى لك رب سبحانه وتعالى دي حاجه عظيمه جواك دي حاجه ربنا اللي خلقك مصممك مصممك عليه ده النظام بتاعك متصمم على انك تحب انك ترتبط باللي خلقك ترتبط باللي جابك سبحانه وتعالى فانت اصلا مصمم على الايمان فحبب اليكم الايمان وزينه في في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان فالايمان محبب للقلب وله طعم حتى دايما في بتسمع في الاحاديث يقول لك ايه ذاق حلاوه الايمان يعني حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم دي اللفظ القراني اللي النبي ترجمه او اللي النبي حوله الى كلمه ذاق حلاوه الايمان يعني الايمان له طعم محبب جواك فبتقدر تحسه بتقدر تتفرج على محاضره تزيد ايمانك وتقدر تدخل في حاجات الحاديه فتحس بطعم موحش وتحس بطعم حامض جواك ان ان العمليه بقت وحشه وان بقى فيه شعور وحش انت عايشه اما اليقين يعني الايمان له احساس له مذاق له طعم اما اليقين فهو عمليه فكريه هو عباره عن نظام معرفي هو عباره عن نظام فكري طبعا بيؤثر على نظامك الشعوري بيؤثر على مشاعرك ولكن الناس ما بتجربش او ما بتستطعمش درجة اليقين زي ما بتستطعم الايمان. يعني الايمان هو الجرعة الأولى فأنت بتستطعمها بسهولة. لكن اليقين لا تستطيع أول ما تدخل اليقين إنك تستطعم اليقين زي ما أنت استطعمت الايمان لأن اليقين بيبدأ يفتح لك هو بوابة بيبدأ يفتح لك أبواب لدرجات أكبر. أول ما بتبقى من الموقنين بتلاقي نفسك اتفتح لك باب الصديقية، حاجة اسمها الشهادة وحاجة اسمها الصديقية وحاجة اسمها النبوة. ودي درجات قصوى في الايمان. يعني السيده مريم كانت صديق وامه صديق. وهناك ناس من المؤمنين لم يكتفوا ابدا بدرجه الايمان اللي على السطح ودخلوا الى دخلوا الاول الى درجه اليقين وبعد كده بقى هي فتحت لهم الابواب العظمى في الايمان حتى وصلوا الى درجه الشهاده والصديقيه والنبوه. طيب فده الفرق كمان ما بين الايمان لانك بتحسه تحس انه قريب منك وبين اليقين انك تدخل في منطقه اليقين لانها بعيده شويه ولكنها بتفتح لك وراها نوافذ اخرى ودرجات اخرى. عشان ندي الوقت فرق ما بين الايمان واليقين خد المثال الجاي. كل معلومه جواك ركز معايا في الحته دي كل معلومه جواك كل مبدا او فكره جواك عباره عن خيط ده حتى سبحان الله الجينات بتاعتك الكروموسومات بتاعتك عباره عن خيوط والخلايا بتاعتك والنواه بتاعتها عباره عن خيوط يعني لو احنا حللنا الانسان لو هدمت الانسان كده في الاخر هيطلع عباره عن خيوط الانسان كله عباره عن شويه خيوط لدرجه ان جيناتك اللي فيها الصفات وبشرتك ولونك وصوتك وصفاتك عباره عن في الاخر خيوط عليها الصفات دي فبقول لك دلوقتي معلومه عميقه ان اي فكرة او مبدأ جواك عبارة عن خيط مثلا انت مؤمن او بتفكر ان في حد جاب الكون ده وخلق الكون ده ده خيط في خيط كمان انك مؤمن او انك عارف ان في حد بيرزق الانسان وبيرزق الدب بيرزق كل دب ده خيط تاني خيط كمان انك مؤمن انه بيرزق ناس بوفره وبيضيق على ناس رزقهم، يعني يرزق من يشاء ويقدر الرزق لمن يشاء. ده خيط كل الافكار اللي في قلبك عباره عن خيوط، الافكار الايجابيه والسلبيه عباره عن ايه؟ خيوط. والكلمه دي صحيحه. وهوريها لك من القران كمان شويه. إنك مؤمن إن في إله إن الإله سبحانه وتعالى هيحاسبك في الآخرة إن في حساب وثواب وعقاب ده خيط. طيب. مجرد ما الخيوط دي بتجتمع مع بعض وتتربط بخيط ثالث ورابع وخامس ما بينهم يربط ما بينهم بتحس إنها عملت توب. عملت إيه؟ عملت غزل، اتغزلت واتعملت اتعمل بها توب. التوب ده بقى اللي ما... اللي مسك الخيوط ضد بعض، الحبال اللي ربطت الخيوط ضد بعض ده اليقين. الخيوط دي نفسها دي الايمان. الخيوط بقى التانية أو الحبال التانية اللي ربطتهم ببعض ده اليقين. ولذلك الفرق ما بين الايمان واليقين الايمان هو عبارة عن خيوط فكرية جواك. يمكن أن تتباعد أو أن تتقارب لأن بتقاس درجة قوة الايمان بإيه؟ بمدى تقارب الخيوط. فأنت بتؤمن إن الإله خلق الخلق ده خيط بتؤمن إن هو قادر على كل شيء ده خيط تاني لو أنت بعدت ما بين الخيطين الفكريين دول ده خيط وده خيط بعدت بينهم هنا إيمانك يضعف لو الخيطين دول اتربطوا ببعض وبقوا جنب بعض هنا إيمانك يبقى قوي ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لولا أن ربطنا لاحظ كلمة ربطنا كأنك بتربط خيوط كده لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وفي آية تانية عن أهل الكهف ربطنا على قلوبهم. ربط على قلوبهم يعني الخيوط الفكرية لأن كل الأفكار عبارة عن خيوط، عبارة عن أمواج، خيوط. الخيوط دي لها اسم في القرآن اسمه فتيل. ولذلك في في الآخرة بيقول لك إيه؟ ولا يظلمون فتيلة يعني إيه فتيلة؟ يعني فتلة. حتى في كلمة مصرية بنستعملها قديماً اللي هو الخيط الرفيع خالص اسمه الفتلة ومنها جاء كلمة الفتيل واللي وردت هنا في الآية ولا يظلمون فتيلة يعني ما بيظلموش حتى في الفكرة الواحدة على قد فتلة يعني فتل فتيلة فبقول لك ان كل الافكار عبارة عن فتلات عبارة عن خيوط جواك هنا بقى انت بتبدأ تشوف الايمان رأي العين مجرد ما يبقى عندك خيوط كتير 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 كلها مرتبطة بربنا ان ربنا على كل شيء قدير انك الخيط ده جواك في ناس ما عندهاش الخيط ده خيط ان ربنا سبحانه وتعالى اذا مرضت فهو يشفي خيط موجود في ناس الخيط ده اتسحب من عندها عنده توب اتسحب منه الخيط ده عندك بقى كمية من الخيوط موجودة الخيوط دي معرضة للتباعد وللتقارب كل ما هي بتتماسك وتتقارب فالإيمان ده يبقى صلب هنا انت بتبقى ممكن أكتر كل ما الخيوط بتتباعد كل ما انت بتكفر او بتشك طيب ايه بقى اللي بيخلي الخيط والخيط لا يتقاربوا انا عندي خيط ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقني إن انا مؤمن ان ربنا هو اللي جابني للحياه انا ما جبتش نفسي ده خيط طيب انت دلوقتي عايز تجيب رزقك من الناس والناس بتفرض عليك مهنه معينه او بتفرض عليك شروط معينه تتنافى مع ايمانك بالله مثلا فهنا انت عندك خيط تاني ان الله يرزق من يشاء وخيط ان هو اللي خلقك المشكله بقى ان الخيطين دول لو ما اجتمعوش مع بعض بعدوا شويه عن بعض اللي بيبعدهم اكتر بقى ايه اللي بيتسلل ما بينهم اسمه الشك. عرفت بقى من اين ياتي الشك؟ من تباعد الافكار انت عندك افكار ايمانيه انت مؤمن بالله مؤمن بالآخر مؤمن ان كان في رسول موجود جاب لك هذا القران من امر الله عز وجل، انت مؤمن بالحاجات دي ولكن الافكار دي متباعده. بعاد عن بعض كل فكرة فيهم في وادي عارف لو انت الافكار دي اتضغطت مع بعض سبحان الله ممكن لو احنا جمعنا ايمان الناس يطلع لنا يطلع علينا العجب تعال نشوف مثلا التصور ده واحد لو جبنا خيوط الايمان جواه هتعمل لك حتة قماشة قد كده حتة قماشة قد كده هي دي اللي بتغطيه حته قماشه قد كده بتغطيه وبتغطي سوقته وبتغطي عورته وبتحميه من الشتاء ومن المطر قد كده وواحد تاني لو شدينا خيوط الايمان جوه من جوه قلبه تعمل لك قماشه قد منزل كامل يعني تغطيه وتستره وتحفظه من كل الظروف والشتاء والمطر والريح لان الخيوط الايمان الممتده جوه قلبك كبيره عمليا على المستوى العملي بيقول لك لو احنا مسكنا خيوط الكروموسومات بتاعت الانسان وربطناها ببعض هتبقى قد قد حجم الارض وقد مساحه مش عارف الطرق ايه هتبقى مساحه ضخمه جدا مساحه طويله جدا لانسان واحد انسان واحد لو اتفكت الكروموسومات واتعملت خيوط طوالي هتبقى قد مساحه سطح الارض تخيل بقى الايمان نفس الكلام انت الوقت لما بتؤمن بالله عز وجل وايمانك بيبدا يزيد خيوط الايمان كل فكره ايمانيه جواك طولها بيزيد فلما تيجي بقى تربط الافكار دي باليقين اليقين بقى هو الخيوط العرضية اللي بتربط جميع الافكار دي ببعض فيقدر الانسان يطلع من قلبه قماشة كده اسمها الايمان حجمها قد كف ايده تخيل قماشة قد كف ايدك هي دي اللي انت طلعت بيها من الدنيا اللي بتسترك انت كده بذنوبك لا تكفي وواحد تاني يطلع قماشة قد جسمه وواحد تالت يطلع قماشة قد ستارة كبيرة وواحد رابع يطلع كل بقى على حسب درجه ايمان ولذلك الانبياء ايمانهم كان قوي ويقينهم قوي لدرجه انه بيتصدر انه بيتوزع ان هم بي ان بيوزعوا للناس الايمان ان هم بيعلموا الاخرين الايمان لان ده بقى عنده درجه ايمان عاليه قوي لدرجه ان لو اتعملت منها قماشه تغطي كل العرايا والعريانين الموجودين عراية الايمان طبعا من ناحيه بقى تانية الخيوط اللي قلت لك عليها دي اسمها ايه كمان؟ نقير اسمها فتيل اللي هي فتل واسمها نقير اللي هي ترددات صوتيه، يعني لو انت عايز تمسك الفتل دي اللي هي جوه قلبك الايمانيه او الفكريه عموما هيطلع لها اسم نقير لانها نقرات صوتيه جواك واسم فتيل وان شاء الله هنبقى نعمل دوره عملاقه اسمها دوره الصوت دوره الصوت من اعمق اعمق ما, تت... ما تسمعه طول حياتك دوره الصوت دي بقى بنبدا نتكلم فيها عن ادق صوت في الوجود وهو صوت النقير اللي بيبقى في زاويه أخرى, اخرى كل تردد صوتي بيعمل فتله بيعمل خيط فهو اسمه نقير واسمه فتيل في نفس الوقت فربنا بقى بيقول لا يظلمون نقيره ولا يظلمون فتيله تخيل ان الايمان دقيق وعميق لدرجه انه يبقى عباره عن ترددات صوتيه خفيفه جواك وفتل صغيره وده بقى بيفضل يكبر 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 يكبر, 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 يكبر لغاية ما بتبقى إنسان مؤمن ويفضل يتصلب ويتماسك لغاية ما بتبقى إنسان موقن كأنك مؤمن بإيمان قد الجبال أنا عايز بقى الوقت اخدك لليقين نفسه وابينهولك برضه بشكل نظري وبعد كده تعرف إزاي تجيبه أو إزاي توصله مبدئيا إيه الفرق بين اليمين والشمال الشمال واليمين هتقول لي دي جهات اقول لك دي مش جهاد دي اماكن يعني مثلا انت الوقت انت نصك الامامي ده يمينك ونصك الخلفي ده شمالك يعني ايه الشمال واليمين؟ الشمال هي منطقه الضعف العجز العتمه عدم الرؤيه عدم الفعل ده الشمال ولذلك في ناس في الاخره اسمهم اصحاب الشمال اليمين هي منطقة اليمين منطقة الفعل منطقة الإدراك والرؤية منطقة التأثير والمبادرة فدي منطقة اليمين أو مكان اليمين كل إنسان أو كل كائن عنده إيه؟ عنده يمينه وشماله فيمينك هو أمامك وشمالك هو وراء ظهرك ولذلك الناس اللي في الآخرة هتاخد الكتاب بشمالها هتاخده وراء ظهرها الكتاب هيجي من وراء ظهرها لأن وراء الظهر هو هو الشمال طيب فكل شيء، كل شيء له يمين وله شمال. فكل شيء له يمين وشمال. طيب، كل شيء بقى بنفس الطريقة ده هي له مبتدأ بداية ويقين. مش أنت بتقول مبتدأ وخبر؟ صحح الكلمة كده. مبتدأ ويقين. يقين. يعني هو اليقين ده مكان؟ هو اليقين ده شيء؟ شيء كيان اه هنا بقى انت هتقف قدام اليقين كانك واقف قدام واحد شوف قدام واحد ولذلك ايه عين اليقين علم اليقين حق اليقين تحس ان واحد اليقين ده تحس ان هو كيان مش مجرد هو ارتباطات وخلاص ده ده كيان اليقين زي ما يمينك هو نصك الاماني ده يمينك ونصك الخلفي هو الشمال نص الأوامر والمعلومات والحياه هو البدايه المبتدأ ونصها الثاني الموجود فعلا هو اليقين ولذلك بقى هنا هنطلع بكذا معلومه شوف كده حتى كلمة يمين يقين الفرق بينهم ايه؟ فيه هنا ميم وفيه هنا قاف يعني الكلمتين يكاد يكونوا متشابهين ما عدا حرف واحد القاف والميم يقين يمين ده كيان او جزء او نص نص الخلق وده نص الخلق ولهم مضادات بقى اللي هو الشمال والمبتدا او الابتداء أو, او النبا يعني لو احنا عايزين نقول ما هو يقين او ما هو مضاد اليقين مش مضاده يعني المبتدا بتاعه المبتدا بتاعه النبا فبيبقى عندك نبا كل حاجه في الحياه عباره عن نبا لهذا النبا يقينه ولذلك الهدهد قال ايه وجئتك من سبا بنبا يقين يعني انا جايب المبتدا والخبر طيب يبقى زي ما فيش مال ويمين في نبا ويقين طيب كتب الله كتب الله ان لكل نبا يقينه الاتي يقينه القادم لا محاله اي فكره اي امر ليها نصها التاني جاي في الطريق اللي هو ايه؟ يقينها ولذلك ربنا بيقول ايه؟ اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، مش انت اللي رايح له ده هو اللي جاي لك في ايه ثانيه حتى اتانا اليقين يعني ايه؟ يعني اليقين له حركه اجباريه حتميه بيتوجه فيها الى الانسان حتى لو انت شاكك يعني مثلا واحد شاكك في ربنا سبحانه وتعالى. يقين هذا الشك جاي. واحد شاكك في حاجه، واحد مؤمن بحاجه. يقين هذا النبأ جاي. أي نبأ، أي فكرة. ربنا بيقول لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ، لكل فكرة جواك، لكل صوت جواك خبر جاي اسمه يقينه، جاي حتمي. بس يا ترى بقى. لما اليقين يجيك اللي هو يأتيك اليقين هتكون انت كنت دفعت حقه ولا ما دفعتش حقه ما هو هنا بقى في آية تانية بيقولك ايه ان هذا لهو حق اليقين ده له حق ان اليقين لما يجي مين اللي دفع حقه ومين اللي بخس حقه وما دفعش حقه فده يدخل الجحيم وتصلية جحيم دايما كلمة الجحيم بترتبط بحق اليقين الثمن بتاع اليقين، اللي لا ي... الذين لا يوقنون. طيب يبقى هنا اليقين هو امر موجود في الحياه بيتحرك ناحيه الانسان تجاه اي شيء انت فيه. من هنا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يعني ايه ياتيك اليقين؟ لان المفسرين بشكل سطحي قال لك اليقين هو الموت. يا راجل حرام عليك. لو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الموت يبقى اعبد ربك حتى الموت. اليقين ليس الموت، موت ايه؟ انت ازاي تخلي كلمه زي دي هي الموت؟ اليقين ليس الموت. ما هو اليقين هنا في الحاله دي؟ هديك مثال وانت هتفهمها. لا تأكل لحم الخنزير حتى تعلم السبب. لا تاكل لحم الخنزير ده نهي انا بقولهولك لك بقى المفروض ايه تمتنع عن لحم الخنزير حتى في يوم الايام هتعرف السبب في يوم الايام هتعرف ايه الفساد اللي في لحم الخنزير هتكتشف دراسه علميه هتكتشف شيء معين فهتعرف هل بقى سؤال هل بعد ما تعرف السبب هت... هت... هتاكل بقى الخنزير ولا تستمر في الامتناع عنه هتستمر في الامتناع عنه فلا تأكل لحم الخنزير حتى تعلم السبب دي معناها أنك بعد ما تعلم السبب ستستمر في الامتناع عنه مش معناها أنك لما تعرف السبب يبقى خلاص انتهى الأمر لا ده مش حتى دي مش معناها نهاية الأمر حتى دي مش معناها نهاية بتاعة الأمر حتى دي معناها استئناف الأمر أديك مثال تاني ادعو ربك حتى يستجيب سؤال هل لما ربنا يستجيب ستمتنع بقى عن الدعاء وخلاص ما عادش فيه دعاء؟ لا ده انت بالعكس هتزيد بقى في الدعاء لان بقى عندك ايه؟ بقى عندك نبأ ووصلت الى يقينه فبقى عندك موجب وسالب قطبين متكاملين يعني انا مثلا من ست سبع سنين دعيت ربنا فاستجاب يعني عملت نبأ وجالي يقينه فبقت ايه؟ قطبين متكاملين خلاص هل ده معناه ان انا ما عادش هدعي؟ لا بالعكس ده الحته دي بقى هتدعمك انك تدعي الى ان تموت. فهنا ادعو ربك حتى يستجيب مش معناها ان الاستجابه هتبقى معناها الموت لا حاشا لله <applause> الاستجابه هتبقى معناها يقين الحاجه اللي انا كنت بكلمك عنها دلوقتي يقين الدعاء. طيب اعبد ربك اعبد ربك في حواليك فتن وطاغوت اعبد ربك في شك وريبه والناس بتلحد اعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهتعرف بقى في اليقين لما يجيك لأن اليقين جاي إن كل اللي حواليك ده كان عبارة عن فتن وبعد بقى ما اليقين يجي إيه اللي هيحصل؟ هتعبد ربك برضه بس إيه؟ بيقين لأن بقى عندك تجربة متكاملة لأن في حاجة اسمها التجربة الكاملة يعني إيه التجربة الكاملة؟ إنك في يوم من الأيام اتزنقت في حاجة فدعيت فتمت الاستجابة دي اسمها تجربة كاملة يعني نبأ وراه يقين يعني نبأ وراه مستقر، يعني امرك استقر. دي اسمها ايه؟ تجربة كاملة. نبأ ويقين، ادعو حتى استجيب. امتنع عن كذا حتى ياتيك يقينها، اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، دي حاجة اسمها نبأ بيقينه. يعني ايه؟ شمال ويمين، موجب بسالب، ذكر بانثى، دي حاجة متكاملة. مجرد ما انت تتكرر عندك الحاجات اللي هي عبارة عن تجارب متكاملة هنا انت بتبقى اسمك ايه بقى؟ موقن، يعني انا دعيت ربنا واستجاب، خلاص هنا اتحولت القصه دي الى ايه؟ اتقفلت، اتقفلت والتجربه تمت، هنا بقى اسمها مش ايمان بقى، اسمها يقين، لان مجرد ما ربنا يستجيب ليك ده مش ايمان بقى، ده تأكيد انا مش قلت لك الايمان، الايمان الثقة والاحساس، لكن اليقين هو انك الحاجة اتأكدت وتحولت لواقع، اليقين دايما مرتبط بإيه؟ بالواقع فمجرد ان انا دعيت في مره وربنا استجاب فهنا الموضوع اتقفل القضيه اتقفلت يعني اتقفلت بايه باليقين اليقين بيقطع الموضوع وبيتمه طيب جيت في مره تانية دعيت واستجاب فهنا يقين تاني فكل ما انت بيجي لك يقين ورا يقين ورا يقين فهنا انت انت بقى نفسك بيبقى اسمك مع الوقت الموقنين ليكون من الموقنين طيب يبقى اذا عليك أن تدعو ربك سبحانه وتعالى باليقين رب اجعلني من عبادك الموقنين رب اجعلني من الموقنين رب أرني أرني لأن اليقين مرتبط بإيه؟ بالواقع أنت ممكن تقعد تدعي كتير ولا ترى في الواقع الاستجابة يعني لسه ما وصلتش لدرجة اليقين لأن أول ما الاستجابة بتجيلك يعني اليقين إيه؟ أتاك أنت مثلا الوقت مؤمن في الدنيا بالآخرة هتظل مصدق للاخره وموقن في الاخره لغايه ما تخش فيها لغايه ما تشوفها وتبقى هي واقع بالنسبه لك فده اسمه اليقين ولذلك اللي فضلوا طول عمرهم يشككم بيجوا الاخره يقولوا ايه يا رب رجعنا وخلينا نرجع للدنيا تاني تاني انا موقنون حتى اتانا اليقين فما تنفعنا شفاعه الشافعين يعني ايه اتانا اليقين لان انا قلت لك لا يوجد فكر في الكون لا يوجد أمر أو فكرة أو معلومة في الكون إلا ولها تأكيد أو نفي جاي في الطريق إجباري لو أنت بتقول إن مثلا مثلا إن الأرض كروية دي معلومة فكرة دي فكرة يوجد لها يقين جاي إجباري مهما البشرية عملت وسوت وطلعت وزورت ورسمت ولونت هيجي يقين هيقولك هي فعلا كروية ولا مسطحة انت مؤمن ان في اله للكون بيحاسب وبيراقب وبيعاقب دي معلومه وفكره مفيش معلومه وفكره الا ولها تاكيد جاي اما بالاثبات او بالنفي مفيش معلومه ولذلك اليقين بيتحرك الى الانسان حركه اجباريه الزاميه طيب مجرد ما مجرد بقى ما انت بتدخل في اليقين يبقى انت الوقت عرفت حركه اليقين كلمه حتى اتاك او حتى ياتيك اليقين طيب اليقين بقى له ثلاث مقتضيات علم اليقين عين اليقين حق اليقين علم اليقين ما انا قلتلك اليقين لما انت بتوصل له بيعلمك بيديك التجربه كامله فبتعلم فيبقى عندك علم يعني في فرق بين المؤمن والموقن الموقن الكمل والمحتوى العلمي عنده اكتر من المؤمن لان الموقن عنده تجربه الايمان كامله يعني ايه تجربة كاملة؟ يعني الحاجة اللي هو آمن بيها اتحققت اتنفذت فهنا التجربة الكاملة دي هذا الكمال في التجربة مبتدأ وخبر خلاه موقن ادعى علم فهنا ربنا بيقول ايه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين مش علم الإيمان لا اليقين موجود جوه العلم ولذلك لو انت انتقلت لدرجة اليقين علمك بيرتفع انت اصلا مجرد انك تدخل في اليقين فانت اترفعت درجتك اترفعت وبالتالي طالما درجتك اترفعت علمك بيرتفع علمك بيزيد علمك بينمو وهو الايمان بيتحمى بالعلم ركز معايا في المعلومة دي وقال الذين اوتوا العلم والايمان الايمان بيتحمى بالعلم العلم الصح مش العلم اللي بيشككك في الايمان واغلب العلوم الغربيه علوم شك وليست علوم يقين. يقول لك احنا طلعنا للفضاء فتقعد تشك بقى. تشك في السماوات اللي ربنا خلقها. يقول لك احنا طلعنا للقمر فتقعد تشك. فهم مسكوا الشكوك وجعلوها وقلبوها علوما ودي عمليه قرانيه اسمها عمليه الاستيقان. اللي وردت في سوره النمل اللي هي ايه؟ واستيقنتها انفسهم. يعني ايه استيقنة استيقانة يعني مسك الشك وحطوا في إطار علمي عشان يبقى يقين وهو مش يقين وهو أصلا شك واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة يعني العلوم الغربية الكبيرة زي الفضاء والكون والمجرات وخلافه وخلقة نشأة الإنسان ونظرية التطور والحيوانات أصلها إيه ومش عارف إيه دي كلها شكوك دي كلها شك عملوا في الشك ده حوطوه بشكل علمي بشكل رقمي بشكل إحصائيات مش عارف بإيه عشان يستيقنوه عشان يحولوا الشك الى يقين لان معروف ان اليقين ما حدش بيتجادل فيه انت بقى هنا داخل على ناس مستيقنه بايمان قد كده ما ينفعش لازم تدخل عليهم بيقين انت كمان بس باليقين الاصلي ولذلك بقول لك العلم بيحمي الايمان لو انت مؤمن الوقتي في زمن علوم الغرب لن يشفع لك ايمانك بشيء كل شوية كل فكرة علمية بيطلعوها مسمومة يعني دلوقتي مثال شخصي أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكن لم أكتفي بالإيمان طلبت من ربنا أن يديلي العلم اللي هذا الإيمان فكل العلم اللي خدته واللي حول إيماني إلى يقين عاد بيضرب كله في علوم الغرب فلقيت أن كل علوم الغرب حتى العلوم النفسية حتى العلوم الفلسفية حتى العلوم الاقتصادية بتاعت الفلوس كل علوم الغرب مبنية على الشك والتشكيك كل علوم الغرب لا يوجد لديهم علم واحد علم يقين هو بيعمل لك ايه بقى؟ هو ما بيقدمهاش لك على انها شك هو بيقدمها لك على انها زي ما الاية بتقول استيقنة يعني ايه استيقنة؟ يعني يقول لك انا عملتها في المختبر واستيقنتها وادي النتيجة ده عملية استيقان مش عملية يقين حقيقي اليقين الحقيقي ما بيحتاجش است اللي هي في بدايه الكلمه استيقن يعني حاول يخليها يقين مسك الشك وقعد يعمل حواليه شويه حاجات عشان يبقى يقين لكن اليقين الحقيقي ما بيحتاجش اصلا ان يبقى فيه شك اصلا اليقين الحقيقي بيقطع الشك وزي ما بيقولوا اقطع الشك باليقين فقلنا ان اليقين له ثلاث مقتضيات له علم اسمه علم اليقين ولو عين اليقين ولو حق اليقين طيب فقلت لك مجرد ما انت بتتحول من الايمان الى اليقين بتتعلم بتقتل العلم علم بقى لا بيتدرس في جامعه ولا في بشر بيتناقلوه في بيتناقلوه فيما بينهم ولا هو قابل لانك تاخد عليه شهاده اجتماعيه رسميه ولذلك في ناس بتسال هو العلم اللي انت بتقوله ده بتاع تفسير القرآن وبتاع الحاجات اللي بتطلعها من القرآن، انت بتجيبه منين؟ ده علم يقين ده علم ما بيجيش من المجتمع ده لما توصل لدرجة اليقين وتبقى موقن موقن في الله سبحانه وتعالى وفي كلماته وفي رسالته اليقين بيطرح لك علومه الذين آمنوا وأوتوا العلم دي بقى الاتنين دول مع بعض يعني انت في درجة اليقين بيبقى عندك العلم والإيمان أنا قلت لك العلم هو من يحصن الإيمان أما العلوم التي اخترعها المشككون الذين لا يوقنون هي علوم تشكك الإيمان وتعمل له تآكل فوري ولذلك لن تستطيع إنك تقف قدام ذلك تلك الأمواج الإلحادية الغربية في كل المجالات في علم الفضاء والفلك تشككك في الإيمان في علم الأحياء والجسم البني آدم يشككك في الإيمان عن طريق التطور في كل شيء موجود الشك فهنا لما بتوصل لليقين بتاخد عين ده يعني بتاخده مجانا كده مع اليقين. تاني حاجة في اليقين عين. بيبقى ليك عين تانية بتشوف بيها الأمور مش موجودة عند غيرك من البشر، اسمها عين اليقين. لأن اليقين أنا قلت لك كأن ده مرحلة، درجة، شخصية جديدة في حياتك. شخصية الموقن. ولذلك شخصية الموقن دي ما بتتهزش إيمانيا نهائي. شوف ومن كتر بي هم بيسموها فرط الثقه ومن فرط الثقه عند الموقن بيقولوا عليه شخص نرجسي يعني عنده قوه ايمان بالحاجه لدرجه تفوق الخيال تفوق التقييم تفوق الشك والتشكيك ده مش ده مش نرجسيه في الموقن لا دي قوه اليقين قوه اليقين بتخليه خلاص الموضوع منتهي مهما انت تعمل ومهما تجيب علوم غربية وتقعد تثبت له الموضوع منتهي ده يقين يقين حاجة ولذلك اليقين بقى بيديك شخصية الشخصية دي بقى جواها عين بتنظر بها إلى الأمور فبدل ما تشوف المسيء وهو قاعد بيسيء وبيتكبر أكتر وبيعلى أكتر في الحياة وبيزداد درجات أكتر فإيمانك يتشك واخد بالك الأمم الغربية الآن في العالم بتفسد وايه اللي بيحصل؟ بتتمكن اكتر. بت... بتنشر الشذوذ وايه اللي بيحصل؟ بتسيطر اكتر. فايه اللي يحصل لايمانك بقى؟ تشك. يعني ربنا بيقول لنا في القران اللي هيعمل كذا هعاقبه والامم اللي هتظلم هدمرها. ودي الامم هي قاعده بتظلم وبتنشر الشك والالحاد والشذوذ والفحش وعادي وربنا بيديهم اكتر وقت وك... فهنا انت تشك. ليه؟ لان ما عندكش انت عين يقين. انت لا دخلت في مرحله اليقين ولا عينك اللي بتبض... اللي بتنظر بها واللي بتبصر بيها ولا دي عين يقين عارف لو انت بقى كلا لو تعلمون علم اليقين ادى العلم لترو... لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين اهو عندك علم اليقين الاول العلم هيديك بقى بعد كده العين اللي تشوف بيها لان عين المشكك عين الشاكك تختلف تماما عن عين الموقن عن عين اليقين فانا بقول لك دلوقتي اكبر مثال مسيطر على العالم الان هو ايه الحضاره الغربيه امم ياجوج وماجوج امريكا الولايات المتحده الامريكيه بريطانيا اوروبا الصين العالم اللي ماسكه العالم كله في بطنها وفي ايديها وفي رجليها وفي كرشها العالم كله تحت ايد ورجل وقبضه ياجوج وماجوج بيعملوا ايه ياجوج وماجوج بيفسدوا في الارض بيعلوا اهل الارض والسماء بينشروا الفواحش والشذوذ بيسرقوا اقوات الناس ومعيشه بيضايقوا على خلق الله بيفسدوا البر رؤية. عد عد زي ما انت عايز طيب في المقابل بقى بيحصل لهم ايه بيزيدوا اكتر مش كده فتقوم انت قل ايه تقوم انت تظن ايه بقى او تشك في ايه ما انا قلت لك خيوط الايمان جواك لو بعدت عن بعض لو الشك دخل جواها يبعدها عن بعض فتقوم انت قايل يا عم ما هو يا عم ده ربنا بيمكن لهم اكتر فتفتن فتقلدهم فتبقى شبههم لأنك ضعيف الإيمان أو بمعنى آخر لم تتحول إلى درجة اليقين أو أنت تقدر تواجه يأجوج ومأجوج بكمية الشبهات وكمية العلوم اللي بتدرسها في المدرسة في المدرسة بضرب إيمان أنت مش لا يكفيك الإيمان مع الناس دي أنا ما بتكلمش على مواجهتهم فكريا أنا بتكلم على قلبك إزاي يواجه تلك الأفكار قلبك ازاي يواجه الاخبار اللي كل يوم بتشوفها في السوشيال ميديا ازاي قلبك بشويه ايمان بساطه هيواجه الدنيا دي الدنيا اللي مليانه سوء ولسه لم تدخل بعد في طور التقييم في طور القيوميه بتاعت ربنا عز وجل انه هياخذ وهيبسط قبضته عليهم فانت هنا بتبص بنظره بنظره شك وبيزيد عليها ايه بقى بيزيد عليها تجاربك الشخصيه انك كم مره دعيت ربنا وما استجابش او ما لقيتش الاستجابه جيت تشوف في الواقع لقيت الحاجة اللي أنت بتدعي بها اتقفلت أكتر. فإيه اللي بيحصل لك بقى؟ بتشك؟ وهنا بقى رحلة الإنسان من الإيمان إلى الشك بتبدأ بمرحلة في النص اسمها الريبة. أنت قولي مين أقوى من الكلمتين دول؟ كلمة الريبة ولا الشك؟ كلمة الشك دي كلمة ذكورية. شوف حرف الشين وحرف الكاف ولكن قبل ما تروح للشك بتعدي على مرحله في النص بتبقى مع المؤمن انت ممكن تبقى مؤمن وعندك ريبه اسمها مرحله الريبه دي ابسط من الشك دي دقائق صغيره عامله زي الصدأ كده يعني الحديد اهو بيبدا يصدي من على الاطراف الصدأ ده بقى اسمه الريبه الصدى ده بقى لما بيبدأ يبقى موجود أكتر ويزيد أكتر يبدأ يوصل الموضوع لإيه؟ للشك. ولذلك ربنا بيقول في القرآن ذلك الكتاب لا شك فيه ولا لا ريب فيه، يعني يعني أبسط درجات الشك اللي هو إيه البسيط الدقيق التفصيل الجزئي اللي هو الريبة أو الريب مش موجود. المؤمن مش بيستنى لما بيوصل للشك، شك إيه؟ ده الشك صعب. الشك ده معناه انك ضعت. المؤمن بيراقب ايمانه وهو بيجي على الايمان بعض الصدق اللي هو الريبه يعني. بعض الريبه فيبدأ ينظفها. فيظل الايمان نظيف ويمتد هذا الايمان. اما انك تستنى ان الريبه تبدأ تزيد حوالين قلبك وحوالين ايمانك لغايه ما توصل لشك، انت كده في طريقك الى الكفر على طول. طيب. يبقى اذاً هناك مرحله يمر الانسان كل الناس بتمر عليها في طريقها للشك وبالمناسبه الناس اللي المؤمنه اللي بتتفرج عليا دلوقتي انا متاكد زي ما الاحصائيه اللي هم عملوها في يوتيوب بتقول متاكد ان عندهم ريبه الريبه دي حاجه انت ممكن ما تصرحش بيها على فكره يعني انت مش مش شرط الريبه تحولك انك شاكك في ربنا سبحانه وتعالى لا بس عندك ريبه عندك كم موقف كده دعيت فيهم وما استجابش صدقت الناس اكتر ما تصدق وعود ربنا اقول لك على مثال انت فيه مرتب فعلا القرض البنك الربوي مش ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تاكلش الربا ما تاخدش شيء بالربا اه وقال لك وعد فان لم تن... تن... تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني ربنا توعد الربا توعد اللي بيشتغلوا في الربا بالحرب ما انت عارف المعلومه دي طيب جيت انت عايز تسكن عايز سكن عايز سياره ده حتى وصل الربا انك عايز تشتري شاشه تلفزيون تاخدها بالربا فجيت انت ايه قلت انا عايز اجيب السكن سنه ماجر سنه بتاع ورحت واخد ورحت رايح خدت الربا عشان تجيب سكنك او سيارتك التي لن يبارك فيها الله لانك خالفت وعوده. في الحاله دي ايه اللي وصلك مع انك مؤمن وبتصلي وبتقرا قران ومستني رمضان وهتخشع في رمضان بس السكن اللي انت الشقه اللي انت فيها دي بالربا. ايه ده بقى؟ ده الريبه اللي مع الايمان. مؤمن وارتاب قلبه ولذلك الريبة بتيجي كل ما يبدأ يظهر في قلبك مرض في قلوبهم مرض انت ممكن تبقى مؤمن بس مريض القلب مريض القلب بتساوي ريبة والريبة تراكمها بيجيب الشك وكم من حاجة انا هديك مثلا وقتي تلاتين تلاتين وعد من وعود ربنا شوف نفسك هل انت ماشي على الوعود دي ولا عكسها؟ لو لقيت نفسك ماشي عكسها يبقى انت شاكك في كل تلك الوعود الالهيه. ولذلك النسبه المئويه اللي عملتوها كانت 48% نسبه ريبه وارتياب وشك في ايه؟ ايه اكتر حاجه الناس شاكة فيها؟ في وعود ربنا. طبعا محدش يقدر يشك في ربنا نفسه لان ربنا سبحانه وتعالى امر الله يعني يعني وجود ربنا سبحانه وتعالى ده اكبر منك انت شخصيا. وبالتالي نسبه تشكيكك في الله اللي خلقك لا تستطيع انت بقوه كبيره انك تقدر تقف قدامها دي اصلا بيانات كده بيانات ان في اله للكون دي بيانات اكبر منك ومني ومننا كلنا ولذلك حتى الملاحده عارفين جوه قراره انفسهم ان في اله واله للكون أوجده فمساله وجود ربنا سبحانه وتعالى دي اكبر من تقييمك ليها فاغلب الناس لما اختارت اختارت ايه؟ الشك او الريبه في وعود ربنا ان هو لما بيقول لي ادعيني هستجيب لك ما استجابليش اطلب مني وانا هرزقك وما رزقنيش مش عارف اعمل كذا وانا هيصلك لك وما يصار. فتبدا هنا الشك والريبه في ايه في وعود ربنا سبحانه وتعالى عملت احصائيه كده على القران عشان اطلع بامثله من الوعود الالهيه اللي انت مشكك فيها قلبك يعني مشكك فيها من غير ما تحس وكانوا عشرات الوعود اديك بس منها يعني شويه كده من ال اللي انا كاتبهم دول أول وعد ادعوني أستجب وناس كتير مؤمنة عندها شك في الوعد ده هي مش شك في ربنا بس عندها شك في هذا الوعد اللي ربنا قاله وعد تاني ولينصرن الله من ينصره هل أنت بقى بتنصر ربنا؟ لا يبقى أنت إيه؟ شكك في الوعد ده وعد كمان لئن شكرتم ده وعد لئن شكرتم لأزيدنكم كلنا عايزين الزياده حد فينا مش عايز الزياده بس هل بتشكر لا يبقى انت شككت في الوعد ما انت عايز الزياده بس ما خدتش الوعد بتاعها فبتدور على الزياده بقى بربا بطمع بمش عارف ايه بي... بحد بيغريك بصفقه معينه فبدل ما تاخد وعد ربنا لان شكرتم لازيدنكم شككت في هذا الوعد ورحت تاخد الزياده من غير من خلال وعود الاخرين يبقى انت هنا شاكك انت اه ما انت شاكك في ربنا بس انت شاكك في كل وعود ربنا طيب آية تانية أو وعد تاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وده شبه وعد استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين طب ما كلنا عايزين أموال وبنين يعني أنت عايز أموال وبنين استغفرت لا يبقى أنت إيه بتدور على الأموال والبنين من غير ال... الوعد ده يبقى أنت شكك في الوعد يبقى أنت ما نفذتش الوعد طيب آية تانية أو وعد تاني ومن يتوكل على الله فهو حاسبه رايح تقضي موضوع صعب عليك وتقيل عليك وما توكلتش على الله وقعدت تتوكل على ألف واحد من الناس يبقى أنت شاكك في في إن ربنا هيبقى حاسبك خد بقى عندك من الأمثلة دي كتير الربا لا. إن لم يفعلوا فيأذنوا بحرب وراحوا عملوا الربا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر له وأنت نفسك في اليسرى بس لا أعطيت ولا اتقيت ولا صدقت يبقى أنت شككت في الوعد عندك عشرات الوعود اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك اعمل كذا وانا هعمل لك كذا وانت ما عملتش بقى حاجه. وعد كمان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هيجي واحد بقى يقول لك ايه؟ او واحده انا كنت مضطر على الشغلانه دي والا كنت هتشرد انا واهلي وبيتي وعيالي ومش عارف ايه. انا كنت مضطر على دي والا كانوا هيعملوا لي مش عارف ايه. اهو كلمه انا مضطر دي أس انا مضطر والا كانوا هيرفدوني من شغلي. كل الناس اللي بتنكث بالعهود والوعود الإلهية معناها أن الوعد ده هي شككت فيه اللي هو إيه؟ ربنا قال لك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنت بقى قلت ده أنا كنت مضطر وما كانش عندي مخرج وما كانش عندي أي مكان آخر أو ملجأ آخر فاضطريت أعمل المعصية دي يبقى أنت هنا شككت في إيه؟ في الوعد ده أنت لم تتق الله وبالتالي لم تكن أهلا لأن يجعل لك مخرجا وأن يرزقك من حيث لا لا تحتسب. الناس اللي بيقولك أنا الوقت لو ما دفعتش لو ما عملتش قرض للبنك عشان أجيب السكن هفضل طول عمري كاري وبتاع ومأجر وبتاع. أنت هنا شككت في وعد تاني من يتقي، أنت عارف لو اتقيت ربنا في فلوسك ومالك واستثمارك سيجعل لك مخرجا مخرجا وسيرزقك من حيث لا تحتسب. طبعا هتبص أنت الوقت للموضوع وتقول قايل إيه؟ لإيه. يا عم خليك واقعي اه هي كلمه واقعي دي بقى هي دي مكان اليقين او الشك ان الكلام الكلمات اللي في القران دي والوعود اللي في القران دي انت بتبص لها على انها حاجه بر الواقع بتاعك تماما يعني في الاخر انت بتبص انك بتدفع كل شهر مبلغ فانت عايز المبلغ ده يدفع للبنك بدل ما يدفع للاجر لك الشقه او المنزل انت هنا نزعت ايمانك عن واقعك بدل ما ايمانك يدخل لليقين ويبقى انت موقن في الواقع ان ربنا هيشوف لك حل اصلا الارض دي كلها بتاعته يورثها من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب ويقدر الرزق لمن يشاء هنا بقى ايمانك واصل لدرجه السكن ولا ايمانك بره الباب البيت ما انت ممكن تبقى مؤمن ولما بتيجي تدخل البيت بتاعك بتعلق الايمان بره على باب البيت بره لانك شايف ان البيت ده بتاع البنك شايف ان البيت ده البنك هو اللي يقدر يديهولك لكن شايف ان البيت ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يديهولك يبقى انت هنا ايمانك ما وصلش للسكن يبقى هنا انت ايمانك بره لسه في السطح لسه ما اصبحش يقين يبقى اذا 50% تقريبا من الناس عندها شك في وعود الله وبالمناسبه الشك في وعود الله ممكن يبقى فيه وعد او وعدين عندك فيهم يقين لانك جربته وبقيت الوعود ما عندكش فيها يقين عندك مثلا ممكن تكون انت دعيت ربنا واستجاب فبقى عندك يقين فيه ادعوني استجب ولكن ما عندكش يقين فيه الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، ما ده وعد إله لازم عندك يقين إن الشيطان بياخدك للغلط. لو الشيطان بالنسبة لك مجرد فكرة في الواقع في في الدماغ بره الواقع يبقى إيمانك بالشيطان لم يصل إلى مرحلة اليقين، وكم وشوف بقى تقريبا غالبيه البشريه عارفه الشيطان ومؤمنين بالشيطان شوف كل البشريه مؤمنين بالشيطان ان في شيطان موجود كل البشريه كم منهم بقى موقن بتاثير الشيطان الفعلي وبالتالي ضروره الاستعاذه وضروره الوقايه وضروره الاعتصام بالله والتوكل على الله من الشيطان قله قليله جدا دي بقى اللي حولت فكره الشيطان من مجرد معرفة وجود الشيطان والإيمان به إلى اليقين أنا ممكن الوقت إن الشيطان عايز يبوظ لي الحلقة دي مثلا أنا ممكن إن الشيطان موقن إن الشيطان عايز يبوظ لي الشغلانة دي مش مؤمن إن الشيطان موجود بفتكره كل فين وفين لا لا أنا هنا حولت المعلومة من الإيمان إلى اليقين ففي الحالة دي بقى مجرد ما المعلومة اللي عندك تدخل في اليقين بتتحقق بيجي من وراها علم وعين ويبقى انت كده دفعت حقها فمجرد فبت... ما بتدفع حق اليقين بيجي اليقين هو عامل زي ايه؟ اليقين له تمن تمن نفسي تمن فكري تدفعه يجي اليقين يعني مثلا انا بدعي وانا بدعي بدعي دفعت حق اليقين عن طريق وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى استعملت أسماء الحسنى صدقته كبرته عظمته الحاجات دي وانا بدعي قدمتها مع الدعاء ان انا بكبر ربنا وقدرته على قدرة اي حد الحاجات دي بقى وانا بقدمها مع الدعاء فانا هنا دفعت تمن مع الدعاء التمن اللي انا دفعه ده اسمه تمن اليقين اللي هو حق اليقين فيجي لي اليقين فلاقي الدعاء استجاب مجرد ما الدعاء استجاب ده اسمه ايه بقى ده اليقين يا معلم اليقين النتيجة التأكيد جات لك الجواب جات لك الاستجابة ليه لانك وانت بتدعي دفعت حق اليقين فعندك اليقين له عين وعلم وحق اللي بيرفض بقى يدفع حق اليقين فيجي يعمل العمل الصالح وهو ما بيدفعش حق اليقين فعمله الصالح يقلب معاه بالعكس ما انت بتعمل عمل صالح ما انتش مخلص لله ما انتش بتكبر ربنا فما دفعتش ثمن اليقين وبالتالي عملك الصالح ينقلب ضدك فتشك اكتر فتلاقي نفسك كل شويه العمليه بتبهوأ منك اكتر تدعي فتستجاب العكس فتكفر بالتدريج وانت مش حاسس. طيب. يبقى ده كان الـ الـ الامر بتاع حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. طبعا اتكلمنا قبلها على اتاك اليقين. حتى اتانا اليقين، حتى ياتيك اليقين، لان قلنا اليقين جاي اما انك تدفع حقه فيجي او ان هو يجي اجباري دون ما تكون دفعت حقه فتدفع ساعتها حقه بقى. يعني عندك اليقين له حق بيتدفع مره من اتنين يا تدفع حق اليقين قبل ما يجي فيجي انا دفعت حق اليقين فاليقين جه خلاص دعيت فالاستجابه جت او ما تدفعش حق اليقين وتعمل الاعمال بدون يقين فالاعمال بتاعتك تبوظ او فتشك فيجيلك اليقين على ان شكك دوت داك في دهل فهيجي اليقين وهتدفع بقى حقه هنا بس في جهنم في الجحيم يبقى اذا اليقين له عين وعلم وحق والحق ده لازم يدفع ولو انت ما بادرتش الى دفعه الان هتدفعه هناك ولذلك عليك ان تبدا في التحرك وان تبدا في طلب اليقين من الله سبحانه وتعالى عز وجل بص كده على الاحصائيه كويس هي تظهر قدامك على الشاشه لما انت تجمع اللي اختارهم إن عندهم ريبة وشك في وعود الله زائد الآخرة زائد القرآن ومدى تطابقه مع الواقع التلاتة دول هتلاقي إنها بتمثل واحد من نسبة الشك اللي جوه الإنسان يعني لو أنت عندك شك فبيكون أقل من عشرة في المية من الشك ده تجاه ربنا طبعا على فكرة الأرقام دي للي عندهم شك المؤمن أصلا ما عندوش الكلام ده المؤمن عنده مية في المية في كله عنده يقين في الله وفي كتابه وبيزيد بقى لو عنده نقص في أي حاجة فيهم بيزيد فيها المهم اللي اشتروا اللي شاركوا في, الإحصائية دي على اليوتيوب كانوا معناها إن عندهم تسعة في المية شك في الله سبحانه وتعالى وواحد وتسعين في المية شك في إيه بقى إيه الرابط المشترك بين الثلاثة دول وعود ربنا الآخرة اللي هيحاسب ربنا فيها الناس كتاب ربنا ورسالته لينا الناس عندها نسبة شك بنسبة 91% في الثلاثة دول طبعا النسبة الشك دي أكبر من الشك في ربنا نفسه طب دي معناها إيه؟ آه دي بقى معناها حاجة موجودة في القرآن ومتوضحة من قرون طويلة في كتاب الله ومحدش خد باله منها ومحدش اتكلم عليها اللي هي إيه؟ إن أنت ما بتشكش في ربنا نفسه انت بتشك في تفاعله معك انت بتشك في قدرته في مدى تأثيره في مدى حضوره في مدى سيطرته على الأمور في مدى تقييمه أنت ما بتشكش في ربنا نفسه أنت بتشك في مين؟ في الرحمن عز وجل آه ركز بقى كده غالبية الناس لا تكفر بالله ولكن تلك الغالبيه تكفر بالرحمن. وهو ده بقى عنق الزجاجه، وهو ده بقى جذر الجذور، ان انت اه انت مؤمن بالله ولكن الرحمن مين هو الرحمن؟ اللي ماسك التفاصيل كلها، اللي مسيطر وقوي وبيدبر الامر وبي وبيحرك الفاسدين وبيحرك الصالحين وبيحرك الناس وبيحرك الأم... انت ما انتش مؤمن ان ربنا عنده روابط مع كل الامور دي فهنا انت بتكفر بمين؟ مش بالله بالرحمن ولذلك ورد في القران كفر مخصص اسمه الكفر بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي يعني يعني دي معناها إن لو احنا عملنا نسبة مئوية بقى تانية، نفس النسبة المئوية اللي أنا عملتها لك دلوقتي على اليوتيوب، هيطلع عندك أو عند الناس نسبة الكفر بالله سبحانه وتعالى هتطلع أقل من 9%، ولكن 91% كفر بإن ربنا سبحانه وتعالى رحمن، يعني إيه رحمن؟ يعني مرتبط بكل الأمور، يعني قادر على كل الأمور، يعني في إيده كل الأمور، فأنت هنا عندك شك مش في ربنا وإنما في مدى تأثير ربنا ومقام ربنا وسلطة ربنا سبحانه وتعالى طب وبعدين خد بالك بقى من حاجة تانية خطيرة الله الرحمن الرب دي بقى معادلة الوجود الله كل البشرية تعرفه بما فيهم الملاحدة الرحمن معظم وجل البشرية بتكفر به وبالتالي الرب مش موجود في حياته ايه ده الرب اه ركز بقى لن تصل الى درجه الربوبيه من درجه الالوهيه الا لما تعدي على قنطره الرحمن ولذلك انت بتقف تدعي بتقول ايه ربي ما هو الرب يعني ايه يعني اللي بيعطي بيستجيب بيتفاعل معاك بيحمي بينصر بيرزق بيكفيك بيحميك بيقويك ربي هو ده الرب سبحانه وتعالى. فلما انت بتقف تدعي بتدعي مين؟ الرب. انت اصلا ايمانك لم يتعدى عتبه الالوهيه، يعني انت مؤمن بالاله، الاله اللي خلق وسوى وصفي وعلى قد كده. لم يتحول ايمانك من الله الى الرحمن ان الله بقى سبحانه وتعالى رحمن فشبكه الحياه كلها في ايديه وبالتالي هنا انت ما وصلتش للربوبيه فمهما تقف تدعي وتقول يا رب ولا ولا هيستجاب ليك لان انت اصلا مش في الربوبيه انت لم تتمتع بتجليات الربوبيه في حياتك وانت لسه ما على الرحمن ولذلك في 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 الاسم الاعظم بسم الله الله الرحمن الرحيم يعني عندك الله ده اسم الألوهية اللي كل البشرية عارفاه ده البداية ده كلنا عارفينه الربوبية بقى اللي هو الرب ده اللي كلنا نفسنا فيه ده اللي كلنا عايزينه انه يحمينا ويقوينا ويرزقنا وي... ده الرب في قنطرة بقى محدش بيعدي عليها اسمها الرحمن وغالبية البشر بتكفر بالرحمن حتى لو كانت تؤمن بالله وهم يكفرون بالرحمن ولذلك ورد في القرآن نوع من الكفر اسمه الكفر بالرحمن، وبيجي وراه الرحمن كلمة ربي، ويكفرون وهم يكفرون بالرحمن، الرحمن قل هو ربي، يعني عندك الله الرحمن، الرحمن هو ربي، فلو انت عايز الله ربي يبقى لازم تعدي على مرتبة او على مرحلة الرحمن، ومرحلة الرحمن دي بقى هي اللي بتحول ايمانك من مجرد ايمان بسيط سطحي عادي الى ايمان ربوبية يبقى ايمان تدعي وتلاقي الحاجة انهار في حياتك. فهمت فهمت المبدا ده ان الازمه بقى ازمه الايمان والكفر بالرحمن عز وجل ولذلك ربنا قال ايه قل ادعوا الله وده اللي بيحصل ودي ما بتحصلش بقى او ادعوا الرحمن ما هو انت لما تدعو الله دون ما تعتقد ان هو الرحمن اللي عنده شبكه الحياه كلها في ايديه يبقى انت هنا لم تدعو يبقى انت هنا لن تصل الى الاسماء الحسنى او الربوبيه لن تصل الى الربوبيه وبعدين هو انت محتاج ايه من ربنا كل اللي احنا محتاجينه من ربنا ربوبيه الالوهيه موجوده غصب عننا ان في اله خلى الشمس تطلع وتغرب خلى الليل موجود دي الوهيه دي ما فيش الجنس البشري ما يقدرش يخالفها فالالوهيه موجوده غصب عننا طب ايه اللي احنا محتاجينه بقى الربوبيه اللي هو ايه الهدايه انه ينور لك حياتك انه يشفيك من مرضك انت محتاج الربوبيه انه يرزقك فما تضطرش تستلف من الناس انت محتاج الربوبية طب ماذا ما بين الالوهية والربوبية الرحمانية طب يعني ايه الرحمن اللي محدش مؤمن به الرحمن ايها الانسان معناه جاية من كلمة رحمة يعني, يعني ايه رحمة يعني ربطة يعني عشان كده قولوا الارحام يعني قولوا الروابط الجينية والوراثية فربنا سبحانه وتعالى رحمن يعني كل شيء كل شيء بين ربنا وبين الشيء ده وصلة ربطة كل شيء شبكه شبكه من ال... شبكه روابط عملاقه عملاقه هائله مطلقه تربط الله سبحانه وتعالى بكل شيء بكل شيء بأبسط شيء باشياء انت ما تعرفهاش اصلا لو انت امنت ان ربنا مرتبط بكل الاشياء كده فانت امنت بالرحمن بقى يبقى انت هنا بقى تقدر ت... توصل لمرتبه الربوبيه فتدعيه فيستجيب لك فتنصره فينصرك فتتوكل عليه فتلاقيه حاسبك فتتقيه فتلاقيه عمل لك مخرج مخرج على قدك انت بالذات لانك عديت على الرحمن وبالتالي وصلت الى الربوبيه. وبالتالي بقى ما تقعدش تقعد تشتكي وتقول انا بقعد اقول يا رب وبقول ربنا اعمل لنا رب وما بيستجبش اصلا انت كلمه ربنا دي مش 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 حقيقيه في حياتك. يعني ايه؟ هديك مثال بسيط. ولله المثل الاعلى. واحد بينادي على واحد كبير بيقول له يا بابا يا ابتي وهو مش ابوه هيعبره رد عليه هيعبره لا, لا مش ده ابوك ده مش ابوك فالكلمه دي غلط انت ما وصلتش لصدق صدق ومصداقيه في تلك الكلمه معاه وبالتالي لن يستجيب لك هو لا هو ابوك وبالتالي مش هيستجيب لك ولا هيجيب لك اللي انت عايزه لانه مش ابوك لان الكلمه دي غلط لا أنت بتستعملها مع الشخص الغلط. طيب. لما بتيجي بقى تقول كلمة بابا دي مع أبوك فعلاً هنا هو أهلاً للاستجابة، أهل للاستجابة ليه؟ لأن الكلمة دي في مكانها. طيب. كم من مرة أنت بتقف تدعي وتقول يا رب؟ هل بقى وأنت بتقول يا رب كنت أنت فاهم يعني إيه يا رب؟ اللي هي الرحمن. الرحمن هو ربي؟ هل أنت كنت لأنك لو بتقول يا رب وما أنتش مؤمن بالرحمن كأنك بتقول يا أب وهو مش أبوك كأنك بتنادي على واحد وتقول له يا أب يا أبتي يا أب وهو مش أبوك أصلا ما فيش بينك وبينه الرابطة اللي تخليه أبوك لما تقول يا رب وإنت فيش بينك وبينه الرابطة ولا الرحمن يبقى ولا, ولا الربوبية هتظهر في حياتك وهي دي مشكلة المشاكل إن الناس حتى لو هي مؤمنة بالله فهي كافرة بالرحمن لدرجة أن ربنا نزل صورة في القرآن اسمها الرحمن وما نزلش صورة اسمها الله لأن الله أصلا غصب عنك أنت مؤمن به لكن الرحمن هو اللي عندك في مشكلة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر كل الروابط كل الروابط في إيد الرحمن ومش بس كده ده اختص فئة من عباده اسمها عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون عباد الرحمن دول بقى اللي بيعبدوا مين؟ مش بيعبدوا الله، يعني لم تأتي كلمة عباد الله جت بالمفرد وأنه كان عبد الله جاب المفرد، ولكن مجموعة العباد بيجي معاها الرحمن وعباد الرحمن. يبقى إذا كل ما أنت بتؤمن بربنا هسألك سؤال أنت مؤمن بربنا، طيب أنت مؤمن بقى إن ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت مؤمن بيه ده مرتبط بإيه؟ بكام حاجة؟ مرتبط بالورقة اللي أنا ماسكها دي ولا لأ؟ مرتبط بالموبايل ده ولا لا مرتبط بشغلي ولا لا مرتبط بعملية التسويق ولا لا لو انت ربنا سبحانه وتعالى مرتبط عندك بشبكة لا تنتهي من الروابط ألف مبروك فعلا انت هنا مؤمن بالرحمن هنا بقى لما ربنا يقول لك من يتوكل على الله فهو حسبه انت هتصدقه لانك عارف لانك رابط ما بين الحاجة اللي انت رايح تعملها وما بينه لما يقول لك بلاش الربا وإلا يأذن بحرب ما انت عارف لان كل حاجة عندك مرتبطة بيه وبالتالي الرحمن هو القنطرة الصعبة أو القنطرة المختفية أو المخفية عن عقول الناس التي لم يتجاوزوها بعد وبالتالي لم يصلوا بعد إلى مستوى الربوبية وبالتالي لم يصلوا إلى اليقين ولم يجربوا علم اليقين ولا عين اليقين وبالتالي لم يدفعوا حق اليقين وانت عارف حق اليقين لو ما دفعش هيدفع في الأخرة على شكل مرير أو هيدفع في الدنيا على شكل خسائر ومشاكل وأمراض يبقى إذن ادعم ايمانك بالرحمن آدي واحدة ذاكر من النهارده سورة الرحمن هات كل الأيات اللي وردت فيها كلمة الرحمن دي كده الشق النظري الشق العملي ابدأ شوف انت حاطط حدود لربنا ولا لا يعني أنت بتقول ايه ربنا سبحانه وتعالى واصل جوه قلبك للحدود دي. بره الحدود دي في روابط مش مرتبطه بيه، مرتبطه بقى بالبنوك، بالناس، بالامم، يبقى انت هنا مقاطعة الصله ما بين الروابط وربنا، يعني انت هنا مش مؤمن بالرحمن. مجرد ما تشيل الحدود فبتخلي جواك ربنا سبحانه وتعالى مرتبط بكل الامور اللي تخصك، فانت هنا امنت به كرحمن، هنا تاخد الربوبيه. هنا هتصدقه بقى. ولذلك لن يصل الى اليقين الا اللي بيؤمن بالرحمن. يعني انت مؤمن بالله يبقى انت في درجه المؤمنين. لكن انت موقن عايز تبقى موقن يبقى انت لازم بقى تعدي من درجه الايمان بالله الى درجه الايمان به كرحمن الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى انت يجب عليك انك تعمل مسح شامل لكل الامور اللي انت اسال نفسك ايه الامور اللي انا ضعيف فيها مع ربنا؟ ايه الامور اللي انا شايف ربنا سبحانه وتعالى ما بيأثرليش عليها؟ ما بيسرعهاش ليا ايه الامور اللي انا مش موصله بيها ايه الامور اللي انا عازلها عنه قاطعها عنه ورابطها بغيره يبقى ده تعرف انك انت موقف اسم الرحمن موقف الرحمن في المسائل دي يعني بتكفر بالرحمن يعني هنا بتخسر كتير وبالتالي لن تصل الى درجة اليقين ولذلك بقى ربنا قال ايه وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون يعني اهو عايز تبقى موقن؟ عايز تبقى من الموقنين؟ هتلاقي ايات ربنا مش في القرآن بس، هتلاقي ايات ربنا في الأمم، في الأرض، في الجيولوجيا، في البحر، في البر، في الطيور، في المعيشة، في الاقتصاد، في السياسة، في المجتمع، في الأسرة، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، فلو أنت شفت آيات ربنا بس جوه القرآن يبقى أنت مؤمن بس. ما بتشوفش آيات ربنا اللي بره القرآن، اللي في الواقع، اللي ملي الواقع. لكن لو شفت ايات ربنا في القران وفي الارض وفي الجيولوجيا وفي نفسك وفي تعامل الناس وفي صراعات الامم لو شفت ايات ربنا هنا انت امنت بالرحمن هنا انت بقيت من الموقنين يعني انت عندك العمليه دي متزامنه مع بع بعضها البعض يبقى ده كان الرابطه المفقوده اللي توصلك الى الايمان بالله سبحانه وتعالى لكي يتحول الى اليقين وفي نفس الوقت الايمان بالرحمن لكي تتحول الالوهيه اللي انت مؤمن بيها إلى ربوبية، وطبعا ما أقولكش بقى، أنت لو عشت في الربوبية أنت وصلت. حتى بيقول لك إيه؟ عبداً ربانياً. عبداً ربانياً يعني عايش في الربوبية. طب إزاي هتوصل للربوبية؟ الربانية دي، ولكن كونوا ربانيين. لن تصل إلى الربوبية إلا لما تعدي على الرحمن، وتؤمن بالرحمن. وده بقى هو ده المشكلة الكبيرة. أنت مؤمن بربنا، بس مؤمن بنظرية التطور. مؤمن بربنا بس مؤمن الارض كرويه وان فيه طلوع للمريخ. يعني انت مؤمن بربنا بربنا سبحانه وتعالى ولكن شاكك في الرحمن في الروابط اللي هو حاططها لك في كتابه. في الروابط الفعليه اللي موجوده على ارض الواقع. يبقى انت هنا شاكك في الرحمن يبقى انت هنا بتقلل نسبه الربوبيه وبالتالي ما تشتكيش بقى ان انت عندك ضعف ايمان وان انت بتدعي ولا يستجاب وان انت لا تاخذ الصلاحيات الربوبيه اللي هو بيديها لعباده الربانيين. موضوع اليقين وموضوع الايمان وموضوع الايمان بالرحمن موضوع كبير وطويل ولن نكتفي ان شاء الله بهذه الحلقة ولكن الحلقة دي اعتبروها انها مقدمة او نبذة عشان تدوق الموضوع عشان تفصل ما بين الامور تعرف ان الريبه بتبقى موجودة عند المؤمن وبتوصله للشك وانك لا تتحول من من الشك الى اليقين انت بتتحول من الايمان الى اليقين او من الايمان الى الشك وبتمر على الريبه هي مراحل متداخلة يجب عليك انك تعقلها وتعيها ويجب عليك أنك تكبر إيمانك وتقرب الخيوط بتاعت إيمانك وتستمع كثيرا 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 إلى كتاب الله عز وجل وإلى كل ما يزيد من إيمانك باقي في الآخر أن أنا أقول أن اليقين مرتبط بالرؤية نري إبراهيم ليكون من الموقنين أرني يعني تقعد تبص بص على البحر بص على السفن مين اللي جعل السفن طفي على وش البحر اللي تبتغوا من فضله لما تبص على السفينه وهي ماشيه وتقول يا ده سفينه كبيره قوي هنا انت لم ترى ملكوت الله سبحانه وتعالى يبقى انت هنا شاكك يبقى انت هنا بتعظم قدره البشر اللي عملوا السفينه بص على الميه اللي تحت السفينه ازاي هي شايلاها ربنا بيقول ايه يسجي لكم الفلك لتبتغوا في البحر لتبتغوا من فضله فلما تبص على الميه اللي معومه السفينه هنا تبقى موقن لما تبص على السفينة نفسها قد إيه جميلة وقوية وسريعة والبشر عملوا مسا... تبقى شاكك في قدرة الله على حسب أنت بترى إيه وعلى حسب الزاوية اللي أنت بتراها على حسب هتبقى شخص شكاك أو شخص موقن ولذلك ربنا بيقول لك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أنت بتشوف شيء ولكن أنت بتقعد تشوف إيه بتقعد تشوف السفينة اللي البشر اخترعوها بتقعد تشوف المركبه الفضائيه اللي هم عملوها وما بتشوفش ان السماء دي مانعه على على الخروج منها مشكلتك انك ما بتوصلش لليقين بسبب ان انت ما بتشوفش ما ربنا قال لك اهو وفي الارض ايات للموقنين كتير وفي انفسكم انتوا اللي ما بتشوفوش افلا تبصرون ولو انت ابصرت تلك الايات هتبقى من الموقنين وساعتها هتؤمن بالرحمن وساعتها هتنتهي موجه الشك والريبه والكلام اللي انت عايش فيه ده وهتبقى عارف ان الغرب ده كله بعلومه عباره عن عالم اسمهم في القران الذين لا يوقنون اللي عايشين على الشك وحولوه الى استيقان او استيقنوه وفي الاخر اليقين له حق هيدفع في الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. اشوفكم على خير في حلقه جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.